اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من حلقات برنامجكم النص الثاني. الابتسامه مش كامله، انا اتاخرت شويه النهارده على البوابه، المفروض اجي لان الدنيا جاهزه ومبلغ الاعداد بالظبط ايه اللي هيحصل في الحلقه. دخلت متاخر 10 دقائق، كان المفروض نبدا من ربع ساعه على الاقل، بس يعني الاخوه هنا وتظبيط الديكور واداره قناه الصحه والجمال عمل ما خدوا وقت، فاتاخرنا اكتر من 10 دقائق او 15 دقيقه وانا موجود هنا في قناه الصحه والجمال. كنت متخيل ان انا هخش اركب مايك واشتغل، فانا بعتذر لكم جدا 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 على التاخير في بدء الحلقه. احنا المفروض ميعادنا الساعه 1، ومن 1 ل 1:30، والنهارده يعني كان مخطط ان احنا الحلقه تبقى ساعه، نشتغل من 1 ل 2، وخصوصا ان احنا معانا ضيف عزيز على قلبي نورني هنا في استوديو قناه الصحه والجمال على هواء مباشره من مدينه الانتاج الاعلامي. ولكن كان شهر 2 2020، وكان تحديدا يوم الفالنتاين درش. أيوة. ضيفنا النهارده الفنان والمطرب الجميل اللي انا بعتبره مطرب عظيم بمعنى الكلمه، واتمنى ان هو يتبوأ وياخد المكانه اللي تليق بيه، لانه مطرب ذو حس مرهف، ودايما بقول عليه الفنان الانسان. يعني دايما بقول عليك يا مصطفى انت الفنان الانسان، ودايما بقول الاهم من ان انت تكون فنان او مطرب او شاعر او مبدع او عظيم او اعلامي او مفكر، ان انت تكون انسان، وان انت تتجسد فيك اهم معاني الانسانيه وهي الاخلاقيات والذوق واللياقه في التعامل، وانت ده بيتجسد فيك في منتهى اللياقه. الله يخليك يا مصطفى. انا دلوقتي بالظبط تحس ان الابتسامه طالعه من القلب، لان انا شفت ابتسامتك الحلوه وانت قاعد منورنا في برنامج النص الثاني، خصوصا ان هو برنامج بيتكلم عن التعايش بين الرجل والمراه، وانت بقى راجل فنان ومرهف الحس، ويعني وخير من يتحدث عن العلاقه بين الرجل والمراه. اهلا بك يا مصطفى. اهلا بك يا محمد، منورني يا درش. اهلا بك يا حبيبي. انت بتجمل اي برنامج. الله يخليك، الله يخليك، ده من ذوقك يا حبيبي، الله يخليك. وطبعا تظل منورانا، اللي زعلان ان احنا اتاخرنا شويه بس الابتسامه طلعت اهي. ولا يهمك، عامله حاجه جدا والسلام. النجمه الجميله المميزه دائما اللي بدات مشوارها الاعلامي معايا، وده كان ليا شرف. جيهان انسانه محترمه، شيك، مجتهده، بتعرف قيمه شغلها، قلبها بيوجعها على شغلها جامد، واحيانا يعني انا باثر معاها في التواصل او كده، سامحيني انا بقى اعتذر لك على هو اذا كنا اثرنا في التواصل ومشغول الفتره اللي فاتت، بس انت عارفه غلاوتك وعارفه انت اخت عزيزه، وكان ليها شرف ان انت طلعتي معايا في برنامج تأملات انسانيه في الموسم الخامس، واكيد هتطلعي معانا في الموسم السادس باذن الله. النهارده برنامج النص الثاني من اول حلقه، وحتى احنا النهارده الحلقه الكام؟ السبعه ولا الثامنه؟ السبعه والثامنه. السبعه، نقول السبعه ان شاء الله. ان شاء الله، وباذن الله يبقى موسم موفق، وتبقى تجربه موفقه لينا، وتبقى وتمثل اضافه لينا، وتمثل اضافه للشاشه العربيه وللمشاهد العربي بشكل عام. اهلا بك يا جماعه. اهلا بك. ولاول مره بقى تطلع على شاشه برنامج النص الثاني النجمه الجميله روبي محمد منورانا. انت كنت شاركتي معانا في برنامج تأملات انسانيه وحضرتي في الموسم السادس، ان شاء الله تكون تجربه موفقه ليكي سواء في تأملات انسانيه او في برنامج النص الثاني. اهلا بيك يا محمد، اهلا بيك يا نور، اهلا بيك يا جيهان، اهلا بضيفنا العظيم صاحب الطرب العظيم مصطفى يوسف. انا سعيده جدا بانضمام فريق عمل برنامج النص الثاني، وخصوصا ان برنامج هادف بيحمل رساله سلام للبيوت المصريه زي ما سمعت منكم في الحلقات اللي فاتت، لاني كنت من المتابعين البرنامج، وليا الشرف دلوقتي اني بقيت من مقدمي البرنامج، وان شاء الله تجربه موفقه باذن الله، وخصوصا يا محمد ان دي تاني مره مع بعض معنا. وان شاء الله مش هتكون الاخيره باذن الله. باذن الله. برحب بنور اللي منورانا، اللي بدات مشوارها معانا الحلقه اللي فاتت في برنامج النص الثاني. منورانا يا نور، اهلا بيكي، ودايما كده موفقين ودايما مع بعض لقدام باذن الله. اهلا بيكي يا حمد. طب انا عايزك تصبح علينا بقى. يا حبيبي. اوكي يا حلو صبح بقى. يا حلو صبح، يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، من قد ايه انا بستناك، وعيني عالباب والشباك عشان اقول لك واترجاك، من قد ايه انا بستناك، وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صباح. صباح الخير. الله عليك جدا، الله عليك. احلى صباح واحلى يوم واحلى مساء. احنا دلوقتي بعد الظهيره بقى، ممكن نقول مساء الورد برده كمان للساده المشاهدين. وخلونا نبدا حلقتنا النهارده، هنتكلم بعنوان الغيره والنفسنه.
الغيرة والنفسانية. كنا اتكلمنا قبل كده عن الغيرة من والغيرة على، كنا بنتكلم اكتر في الحلقة اللي فاتت اما حد بيغير على حد. فخلينا بقى نعرف من جيهان بقى كده انواع الغيرة، وهنتكلم النهاردة عن ايه. انواع الغيرة هتبقى كتير او مقسومة لغيرة طبيعية وغيرة غير طبيعية. يمكن الغيرة الغير طبيعية دي بتبقى دايما شعور وهمي الانسان دايما هو اللي حطه جواه ودايما بيحسه. ويمكن انا حابه ان انا ابدا عمليه الغيره دي ممكن تبدا مع الطفل من هو وبدايته هو لسه صغير. يمكن دي بتبقى الاهل هم مشتركين قوي في الموضوع الغيره ما بين الاخوات. لو احنا هنتكلم عن الغيره ما بين الاخوات هتبقى بتبدا دايما من الاب والام. دي بقى اللي هي الغيره دي غيره الاخوات. الغيره من ولا الغيره على؟ احنا دلوقتي انت المفروض انا عايزه الفرق، لا انا عايزه الاول ايه الفرق بين الغيره من والغيره على؟ ما انا عايزه ابتدي لك دلوقتي من الغيره من هو في بدايه الصغر بتتخلق ازاي، بتتولد ازاي عند الانسان. يعني ممكن احنا المره اللي فاتت قلنا هي بتبقى موجوده بالفطره موجوده، بس هي ليها اسباب على فكره. يمكن من بدايتها من هو والطفل لسه صغير، يمكن الام لما بتجيب الطفل التاني اهتمامها بيه ورعايتها بيه الزياده، وبيبقى فاقد هو الطفل الاولاني، ابتدى يفقد الحنان وابتدى يفقد الثقه بنفسه وابتدى يفقد كل الاهتمام الاسره بيه. من هنا بقى بتبدا الغيره. ويمكن في بتبقى اوقات غيره وهميه، يعني هو اهتمامها بالتاني ده فرض. الغيره من ولا الغيره على تبقى اشد مصطفى؟ الاشد الغيره غيران من حد بقى ونفس وكده. لا ممكن غيران على لا ممكن بغير عن حد، على صديق، على صديق عزيز جدا، مقرب، اخ، على حبيب، حبيبه. لو الغيره زادت شويه ممكن تبقى مدمره. طبعا ده في غيره مركبه بقى. الغيره اللي هي المركبه اللي بتبقى مليانه حروف جر، اللي بتبقى غيره على وغيره من، غيرة على حد وغيرة من حد يعني في نفس الوقت. بالظبط كده، يعني واحدة غيرانة على واحد، لكن الغيرة دي بتبقى ايه زيادة شوية على من يعني مع واحدة بعينها. لما جوزك مثلا يكون عنده سكرتيرة تكون حلوة شوية، انت غيرانة منها وحطاها في دماغك، زميلته مكالمات تليفونات، زميلته في الشغل، رايحين مأمورية مع بعض، اجتماع مع بعض، قلقانه منها هي بقى مهتمه بنفسها جامد، مهتميه بنفسها، عارفه تلبس ازاي، تتكلم ازاي، تحط نوع العطر اللي بتحطه، تمشي ازاي، طريقه كلامها ازاي. فانت بتبقي حطاها في دماغك مركزه معاها قوي. فانت تشيليها من دماغك. تركزي في برضو غيره الزملاء في الدراسة. يعني ممكن الغير الزملاء في الدراسة احيانا وممكن تكون ايجابية، يعني ممكن واحد مثلا الاول على المدرسة او على الفصل الناس بتغير منه، بس بتغير منه عايز تقتدي بيه. هي دايما الغيرة بتيجي دايما لما الانسان بيبقى مركز في اللي قدامه قوي وسايب سايب يعني سايب كل مميزاته وباصص في اللي قدامه، ودايما يبص في النقط الكويسة في اللي قدامه وناسي خالص اي ميزه هو فيه، يعني هو ممتاز فيها. دايما بيبص لعيوبه، ما بيبصش وبيقارن عيوبه بالمميزات اللي قدامه. يعني بطريقه عكسيه، فده بيحصل تصادم. هنا من هنا بتبقى فعلا بتخلق جواه غيره وهميه. يعني هو المفروض لو ركز مع نفسه. طب الغيره دي ممكن تكون مدمره مثلا؟ يعني ايوه طبعا الغيره ممكن تكون مدمره، سواء ما بين زوج او زوجته او ما بين الاصدقاء او ما بين الزملاء. يعني مثلا الغيره ده ممكن بسببها بيت بحاله وعيله بحالها يعتبر تنفصل وتتشرد كمان بسبب حدوته الغيره دي. بتبقى ما بين الازواج ساعات بتوصل لدرجه التدمر، وتبقى اوقات ما بين الاصدقاء اللي هم الاصدقاء قوي، ان انا مثلا بغير على صاحبتي ان هي بتصاحب حد تاني او بتتكلم مع حد تاني، بضطر ان انا افهمها او افهم غيرتها ديت بطريقه غلط، فبالتالي علاقتنا بتتدمر. وغيره الزملاء في الدراسه ممكن كمان يعني برضو يعملوا مقالب في بعض ممكن يعني ممكن لو حد زملاء مع بعض في عمل او كده ممكن ان هي توصل لدرجه ان انا اغير منه، لدرجه ان انا ممكن اوقعه في اي مشكله، ممكن اذيه، اوقعه في اي مشكله، اوقعه في اي حاجه. طب الغيره بقى والكلام ده ايه؟ نتكلم نقول ايه، نغني ايه في الغيره؟ حضرني اغنيه بسيطه في الفريد. طب ما قال لي وقلت له وما قال لي وملت له، ما قال لي وقلت له
وما اللي قلت له وجاني ورحت له يا عواز الفلفل وما قال لي وقلت له يا يا عواز الفلفل. طب الاخوات بقى غيره الاخوات يعني غيره بين الاخوات ودي حاجه تبقى ايجابيه تشجعهم على التميز والتفوق بس في اطار التنافس الشريف وخصوصا بقى الاخ الكبير بيغيروا منه دايما بيقلدوه بيقلدوه عشان بيبقى قدوه ليهم والغيره دي في الحاله دي بتكون خليط من الحب والدفاع والدافع للنجاح دايما على لكن خدوا بالكم دايما بتتخلق الغيره دي من الفاظ كده بيقولوها دايما الاهل من غير ما ياخدوا بالهم ده شاطر ده يعني مميز مثلا ايه سلوك الوالدين ممكن يعمل ده وده بيحصل كتير جدا ايوه فده يعني برضو مش حاجه بس لازم الوالدين يعني دي رساله برضو للاباء بين الغيره دي وبين النفسنه لاني الاخوات كمان احيانا معانا اتصال تليفوني نفسيا مين معانا على الخط استاذه سلوى اهلا بيكي مساء الفل ومساء الورد ومساء الياسمين سلوى عبد الله احلى طاقه عمل سلوى عبد الله سلوى معايا سلوى عبد الله ايوه ازيك يا سلوى اهلا بيكي احنا الحلقه بتاعتنا الجمعه ايه اللي جابك يوم الثلاث انا جايه علشان اقول هابي بيرثدي لروبي ميرسي هابي بيرثدي سلوى ايه المفاجاه الحلوه دي انت حبيبتي وتستاهلي كل خير احلى مفاجاه يا سلوى النهارده بليا بالنسبه لي كل سنه وانت طيبه يا روح قلبي وربنا يحقق لك كل اللي بتتمنيه ميرسي يا سلوى كل سنه وانت طيبه ميرسي يا سلوى ميرسي نجمتنا الجميله الاعلاميه الجميله المتالقه سلوى الله الله انت حبيبتي يا روبي انت متالقه وناجحه ومجتهده عايزه بس اضيف كلمه صغيره ان روبي دي صديق فاتح للشهيه ميرسي يا سلوى مين يشهد للعريس ها يعني انت لو خارج معاها ونفسيتك تعبانه ولا حاجه هي فعلا صديق فاتح للشهيه هتتكسف كده وخدودها تحمر ميرسي يا سلوى ميرسي حبيبتي ميرسي بجد تستاهل كل خير صاحبه عمري وحبيبتي واحنا بنشكرك على وجودك معانا في الحلقه يا سلوى سعداء والله ان احنا سمعنا صوتك كل سنه وانت طيبه ودايما اوقاتنا افراح واعياد كده يا رب يا رب نشوفك على خير باي 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 سلوى باي طب كنا بنتكلم على غيره الاخوات طب برضو في عايزه اضيف لك برضو الاخوات على ضفت غيره الاخوات دول لان هي اصلا الاساس على فكره بعد فيما بعد بيتولد جواه جو الغيره فبيبقى خلاص بقى يعني اي حد يقابله بعد كده بره يبقى غيره غيره يمكن الغيره ما اتبنت في البيت كانت هي الاساس في ايه جو ايه لو كان هو الكبير دايما يشكره يعني ايه دايما جو المقارنه بيعملوه ما بين الاخوات ايوه دي مشكله جامده جدا دي بتقعدوا شوف اخوك اللي مش عارف ايه اخوك عمل كذا اخوك خد بطوله كذا اخوك بقى الاول في كذا اخوك بقى بيسمع الكلام اخوك اخوك لو هو كبير هو الكبير دي ممكن تعمل نفسانه بينهم طبعا دي ممكن تعمل نفسانه بينهم جامد وايه ممكن تربي حقد بين الاخوات او كده دي رساله مهمه رساله مهمه لكل ام يعني غيرت الاخوات برضو ممكن تكون سلبيه انت كنت بتتكلمي أيوة على طبعا ده في احصائيه عالميه بتقول ان الغيره ما بين الاخوات ممكن تؤدي للقتل ودي فعلا حقيقيه فعلا في الغيره ما بين الاخ واخوه بيبقى ممكن تؤدي للقتل يعني مثلا الغيره دي بتبتدي من بعد تاني مولود بعد تاني مولود بتبدا الغيره بيبدا يبقى في منافس في مناسب للمولود الاولاني فبيبدا بقى اللي هو حب مامته واهتمامها وكله للموجود للمولود الجديد فبالتالي بيحس ان هو لا هو ما بقاش واخد الحنان وما بقاش واخد الحب الكافي من والدته او من والده فبالتالي بيبدا يعني الغيره من المولود اللي هو اللي لسه جديد احنا بنشوف ده يا استاذ محمد على فكره كلامها سليم ومنطقي جدا بنشوف ده في سلوك الاطفال الصغيرين مع بعض لو انت تابعت في مره طفلين طفل تاني هتلاقي الطفل الاول ده تملي على طول يعمل ايه يعمل حاجه غريبه جدا ممكن لو انت بعيد عنه يضربه يضربه ساعات الطفل الكبير فعلا عايزه يشد الانتباه صحيح بيشد الانتباه اللي يحصل في ده بقى لازم طبعا مع ضغوط الحياه والوالدين والاب بيشتغل والام بتشتغل الموضوع بيبقى صعب طب غيرت الاصدقاء من بعض يعني شويه حاجات بسيطه لو الام بس عملتها راعتها راعتها في حكايه ما تبقاش
بتجري ملهوف عليه اول ما يعيط يعني. أيوة. العمليه كلها في ثواني. اللهفه اللي هي بتعملها دي واهتمامها الزايد ده اللي بيخلي الطفل الاولاني بيبقى حاسس ان هو خلاص. أيوة. بقى مهمل بقى على الهامش. يمكن عايزه بس انبه بس الساده المشاهدين على حاجه شايفتها امبارح على السوشيال ميديا بطريقه ملفته قوي. يمكن في شركه طبعا مش هذكر اسمها مع احترامي وتقديري ليها، عاملين اعلان عن ملك جمال، ملكه جمال او ملك جمال الاطفال. مسابقه طبعا ده دعايه للشركه والمنتج. أيوه. بتاعهم. أيوه. بصراحه هو الفكره كلها مستفزه جدا. يعني هي عايزين عدد كبير جدا من الاطفال في سبيل ان واحد بس هو اللي هيطلع ملك. أيوه. ملك جمال هياخد اللقب. والكل في التعليقات عايزين يشتركوا كل يعني هو ده هيبقى ليه تاثير قوي وسلبي جامده جدا. يعني هم دلوقتي بيحطموا نفسيه طفل صغير بس ممكن تتعمل بشكل مبهج برضو يعني تبقى فاني يعني هي لو عملت بطريقه ثانيه ان الكل اللي هيحضر هياخد جوائز. ايوه يفرحوا الكل. أيوه. لكن واحد بس يجبره بخاطر جبران الخواطر ده حاجه يعني بالتاكيد هو لسه صغير لسه مش فاهم فكره مسابقه. ولسه مش فاهم هي ايه الخطط بتاعتها اصلا. ويعني تخيل انت هو ورايح مش مدرك. هو ورايح عشمان ان هو طبعا رايح شيك كده وفرحان بنفسه وان هو هياخد لقب ملك الجمال. تخيل بقى هو ورجع بقى بنفسيته محطمه ازاي. هم مش قادرين يتخيلوا النفسيه المحطمه دي. يمكن انا والله بسبب الموضوع ده كتبت مقال وهينزل ان شاء الله. ابعت لنا اللينك نازل عليه ان شاء الله. مصطفى هي ام كلثوم بقى احنا يعني بعد ما اتكلمنا عن الاطفال والاصدقاء والصحاب عايزين نطلع بقى ايه الحبيبه. ام كلثوم غنت عن الغيره طبعا. اكيد اكيد طبعًا. تناولت الموضوع. سمعنا حاجه بقى لام كلثوم عن الغيره. الغيره من المحبين طبعا. من المحبين. أنا وأنت ظلمنا الحب بالغيرة وجبنا للظنون سيرة وقطعنا الأمل مرات ما بين الشك والحيرة وكان الحب بينا كبير صغر لما ابتدينا نغير وقادت نار وبردت نار وبرضو مشينا في الطيار برضو مشينا في الطيار وضاع الحب ضاع ما بين عندي قلبي وقلبي ضاع ضاع ودلوقتي لا انا بنساه ولا بتنساه لا انا بنساه ولا بتنساه ولا ابن أنا وإنت أنا وإنت. شفت بقى مش عارف مين بيقول لي هنغني كتير في الحلقة بقولهم ده مصطفى طبعا يدي طعم صوتي رائع. هات لي الكاميرا اللونج وهات لي كده الصحبة الحلوة دي كده. الله عليك يا مصطفى بجد بجد أنا سعيد. انا كنت بتكلم مع حد بيقول لي طب الاغاني يا محمد في الحلقه مش بتاخد وقت؟ جيت للحلقه بهجه جميله. انتوا احسن بهجه يا استاذ محمد. حبيب قلب القناه الجميله والقائمين عليها. بنشكر طبعا اداره قناه الصحه والجمال على تعبهم الدائم معانا وظهورنا بالشكل اللائق على الشاشه للمشاهد العربي. نشكر السيد رئيس القناه استاذ عبد الحميد توفيق وجميع العاملين في الاداره الفنيه وجميع العاملين في الانتاج. وهل في غيره بقى ونفسنا او يعني غيره على الصحاب يا روبي؟ ينفع يعني حد يغير على صاحبه؟ الغيره الصحاب عشان وفي برضك اللي هي غيره الاذى بتاعت الصحاب. ان انت تتجنبها. في صاحبه بتغير على صاحبتها لما بتوصل لمنزله الاخ لما بيكون في حب لما يكون في حب في منزله الاصدقاء بيبقى في غيره. تغير بقى مثلا تاخدك مني او تاخد صاحبي مني. انا بقى انا ومصطفى مثلا اصحاب جامد فهتسحب واحد تاني هياخدك هيتكلم معاك كتير هيخرج معاك كتير فهياخدك مني. دايما اللي بيغير ده
حتى لو غيرته دي عالة وبتبقى حلوة وحابب صاحبه، دي بيبقى عنده حتة التملك وعنده حتة فرض السيطرة بيمتاز بيهم، فبيبقى يعني الغيرة جمال، يعني حاجة ربنا خلقها في قلوب كل البشر، بس طبيعي يعني تبقى متفاوته ما بين شخص متفاوته، بس الغيره موجوده. وفي غيره مرضيه نور، غيره مرضيه اللي هي بقى ايه، في واحد حقود دايما كده وبيحسد. أيوة اي حد يشوف خير مع حد. ايوه طبعا في غيره مرضيه. طيب الغيره المرضيه دي اسبابها ايه؟ اسبابها عدم الثقه بالنفس، اسبابها ممكن يبقى الشخص ده تعرض لخيانه قبل كده فبتخليه دايما بيشك في الشخص اللي قدامه. الشك ممكن يكون برضو اسبابها عدم التكافؤ ما بين الرجل والست. المشكله ان الشخص اللي بيتعرض لخيانه قبل كده يا نور بيبقى دايما صعب ان هو يثق في كل اللي حواليه بعد كده، فعشان كده دايما بيغير في حاجات كتير جدا، وفي نفس الوقت مش بيدي ثقته لاي حد. بس الغيره امر اساسي موجود، يعني الامر غيره يعني. بس انا يمكن عايزه اقول لك ازاي بقى نتفادى بقى الموضوع ده، ازاي نبعد الشخص اللي بيغير مننا ده، ازاي نتعامل مع الغيره دي بشكل ايجابي. لان هو بيبقى يا اما نحاول نكسبه يا اما نتجنبه. هو كده، لان هو بيبقى بص هو مزعج، العلاقه ما هتبقى ما بيننا مزعجه، يعني ما بيسمع على اي حاجه من علاماته طبعا، اول ما يسمع اي حاجه كويسه خبر حلو قلته تتجنبي لا بيبقى زعلان، بتلاقيه على طول يزعل. فانت هتعمل ايه؟ هو بطبيعته بيحقد على الناس. هو بطبيعته انا لاما يعني لو في العلاقه في شغل وهو حتما في الشغل كتير. كنت لسه هقول لك حتما لازم هتحتك بيه في الشغل وفي كل شغل. في ناس يا استاذ محمد بيبقوا امكانياتهم يعني طموحاتهم بتبقى سابقه امكانياتهم شويه، فالمفروض بيشتغل على نفسه اكتر، المفروض اللي هو الانسان يشتغل على نفسه كتير جدا عشان خاطر يقدر يتجنب، لان في ناس سقف طموحاتها قوي جدا بعيد عن امكانياته لسه ضعيفه. ايوه فمش فاهم. وده بنشوفها في الشغل كتير، ده اللي بخليه دايما اقول لك بيبص لعيوبه اكتر من مميزاته. بس هو اهم حاجه الذكاء يا مصطفى اعتقد في ان انت ازاي تتعامل مع الشخص ده. يعني احنا قلنا يا اما اول حاجه ما اقولوش على الاخبار الكويسه يعني اي خبر ليه عارفه اللي هو هيزعله ما بلاش اقوله له والله. ده في البدايه، اول حاجه انت بتحاول تكسبه. لا تعاطفا على الاقل معايا. والله لان حالتهم تبقى صعبه قوي بجد والله. يعني حالتهم تصعب على الكافر بجد، بيبقى يعني محطم نفسيا. فاحنا تعاطفا معاه مش لازم نقعد نديله الاخبار الايه اللي كلها بقى تفاؤل دي تقعد تخليه نفس منك كده. هو اما عشان حالته لا اما هيحسدك بجد والله. يعني لو هو حاقد بقى ان انت تتجنبه، لو هو حاقد وكئيب ده بقى يبقى نشوف حل ثاني. حل الثاني ان انت تتجنبه، تتجنبه برده مش بايذاء، مش ان انت اول ما تشوف تدور وشك او مش عارف ما تسلمش عليه السلام عليكم ازيك عامل ايه تبتسم. ده الحل اللي هو من ناحيه الانسان اللي هو خايف على نفسه، من ناحيه هو بقى كغيور ازاي يصلح بقى من نفسه. يعني اول حاجه يبقى عنده سلام نفسي. ايوه دي اول حاجة. عنده سلام كده لكل اللي حواليه، ما يبقاش على طول بيغل، يشتغل بقى على نفسه. وتعرفي يحاول يشتغل على نفسه. الغيره كمان بين الازواج يا حضرتني، يعني لو ما فيش غيره الوقت هنشتاق لها يعني طبعا. لو ما فيش غيره يعني، لو انت يعني واحد ما بيغيرش على واحده، واحده ما بتغيرش على واحد، هيشتاق ان هو يغير عليه. فيعني طب ايه حاجه عن الشوق بقى نختم بيها الحلقه؟ الشوق محمد فوزي. محمد فوزي احنا معانا مداخله تليفونيه. معانا مداخله تليفونيه. طيب اتفضل دينا. طب يلا دينا بسرعه دقيقه كده. دينا انت بتتصلي بينا منين يا دينا؟ انا بتصل من القاهره. من القاهره. اهلا بيك يا دينا، اتفضلي. عايزه تشاركينا في حاجه عن البرنامج؟ انا لا كنت عايزه اقول مش سامعين صوتك. كنت عايزه اقول طيبة حبيبة قلبي. بتقول لك كل سنة وانت طيبة. بتقول لك كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة يا دينا. دينا روبي كل سنة طيبة. حبيبتي دينا حسام عاملة ايه؟ ميرسي جدا جدا. مفاجأة حلوة يا دينا. حبيبة قلبي واحدة كتير وقت الله بالخير ونقعد مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله يا دينا. ان شاء الله. ميرسي يا دينا. شكرا. كنا بنتكلم عن الشوق يا درش. الشوق هل ممكن انت لو الغيره دي قلت، انا مثلا اتنين بيحبوا بعض قوي والغيره قلت بينهم، هل ممكن انا اشتاق للغيره دي؟ لان حب يعني. طبعا. طب ايه عن الشوق بقى يعني؟ انت بتتكلم ده محمد فوزي طبعا. محمد فوزي. الشوق. طب يلا بينا. الشوق حيرني الشوق سهرني الشوق
ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني بصت على مهلي ومشيت على مهلي يمكن تشاورلي يمكن تندهلي ضحكت لي الحلوة من ورا شباكها وعنيها قالت لي حاسب من أهلي وكواني الشوق وضناني الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني الشوق 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 حيرني الشوق الشوق سهرني الشوق الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني عليك. الله عليك يا درش. الله عليك. يعني استاذ مصطفى يوسف طبعا احنا بنناشد جميع الجهات في جمهوريه مصر العربيه المسؤوله عن الثقافه والفكر. مصطفى بيحمل عاتق تراث المطرب العظيم اللي عامل النشيد الوطني بتاع جمهوريه الجزائر، مش هقول لك فنه محلي، لا ده تخطى فنه، وكان اول واحد يغني للاطفال، وكان اول واحد يغني بدلع وشقاوه ويرقص الكلام، المطرب العظيم محمد فوزي. فمصطفى يوسف مطرب عظيم برضو، انا شايفه انه مطرب عظيم بمعنى الكلمه، وانسان محترم، وبيحمل احياء تراث محمد فوزي والمطرب العظيم محمد فوزي على كاهله. فاحنا بنناشد جميع الجهات المسؤوله عن الثقافه والفكر في جمهورية مصر العربية انها تتبنى هذه الموهبة وتتيح لها مسارحها والاوبرا، ونعمل حفلات لاحياء تراث محمد فوزي وندعو. سمعنا بيعملوا مسلسل السيناريست المحترم الكبير مصطفى محرم تقريبا عامل منه 23 24 حلقة، يعني تقريبا دلوقتي داخلين في لسه بيتكلموا في الموضوع ده. انا استاذ سمير صبري كان قبلك صبري انا طبعا انا كنت خدت تاني مهرجان اسكندريه الدولي الاغنيه 2009 وكنت طبعا شفته بسبب ظهوري في المهرجان ده، يعني عملت كارت نقابه وعملت علاقه جميله جدا. انت عضو طبعا نقابه الموسيقيين بقالك اكتر من 10 سنين يمكن ولا كده. منتسب. قابلت اياميها استاذ سمير صبري وكان في وخد رقم تليفونه وكان في علاقه جميله ما بيننا قوي لحد ما سافرت طبعا بالخارج الامارات وكده. فانا اتمنى ان شاء الله لاقرب وقت نوصل له بطريقه او باخرى، نحاول ننسى مع استاذ سمير صبري. هو راجل يعني فنان عظيم، هو هيفتكرني طبعا، عرفنا اني هزرنا كتير قوي كاننا عن طنطا ومطربين طنطا. فنان شامل فعلا استاذ سمير صبري. طبعا. وسمعت انه بيعمل برنامج في الاف ام تقريبا ساعه مع سمير صبري، نحاول نتواصل معه باي طريقه نرجع الموضوع ثاني، لانه كان وعدني بحاجه في مسلسل محمد فوزي. يا ريت طبعا. صوتي يا سيدي يعني حتى لو صوتك صوتك. أيوة. صوت طبعا. أي شيء ده شرف ليا. صوتك اللي أنا رائع رائع. طيب الغيرة بقى، احنا كنا بنتكلم عن الغيرة بالازواج والشوق، الغيرة دي ممكن تكون مدمرة صح جاهد؟ بالتأكيد بتدمر صاحبها قبل ما بتدمر اللي حواليه، هو بيدمر نفسه، لان اللي حواليه اصلا هيبعدوا عنه، يعني واحدة واحدة هتلاقيهم انسحبوا من حياته. هو اللي هيبقى قاعد في وهم ان هو فاشل، ما عندوش اي مقدرة، دايما زي ما قلت لك بيقارن نفسه والحاجات الوحشه اللي فيه بيقارن الحاجات الكويسه في اللي قدامه. أيوة. فهتلاقيه عنده بطء بقى في التطور عنده، يعني ما عندهوش. لازم يشتغل على نفسه، هو ده علاج الانسان يشتغل على نفسه قوي، هو سواء في اي مرحله لازم يشتغل على عشان نفسه، يعني حتى لو هو بيشتغل عنده. يعني حتى لو هو بيشتغل يطور نفسه في الشغل اللي هو بتاعه اللي هو فيه. يعني حتى لو هو ما بيحبش الشغل اللي هو فيه وعايز شغل تاني. طب انا برضه في، هل الغيره دي يعني ممكن، يعني ممكن اغير من غير ما احسد؟ يعني ممكن اغير مثلا غيره صحيه كده؟ يعني ام الله يرحمها كانت تقول لي والدتي دي كانت انسان عظيمه بمعنى الكلمه عليها رحمه الله، وكانت يعني عليها يعني مش عايز اقول بركات، او يعني زي ما تقول مكشوف عنها الحجاب كده، لما تتنبأ عن حاجه او يعني تقول لك الطريق ده يبقى هو الطريق ده كده كفتح من ربنا. اجدادنا يا محمد كان فيهم كلهم. أيوة. لو تتابع. أيوة. حتى في الارياف في الصعيد في كل ربما تحس ان هم البركه لما بيموتهم. الدنيا بتختلف دي حقيقة. والامور بتختلف. كانت بتقول لي والدتي غير في الخير ولا تحسدش. مفيش مشكله ان انت تغير في الخير. واحد مثلا وصل لمكانه علميه معينه،
انا ليه ما غيرش منه وانا عندي امكانيات وانا عندي مهارات واطلع اعمل نفس المكانه العلميه وابقى اعلى منها كمان. اي مجال تاني ممكن تنجح باي مجال تاني. اللي يشتغل على نفسه ياخد كورسات، مش عشان خلاص خد البكالوريوس او الليسانس يبقى انا خلاص انا خدت شهادتي. لا، في تكمله. ما افضلش نفس من الناس. طب انت اعلى بنفسك، اعلى بنفسك. الناس اللي بينافسن منهم هم مش نايمين في السرير والنجاح بيجي لهم لغايه عندهم. لا بيجتهدوا، لا بيتعودوا وبيسعوا وبيصحوا من الصبح بدري. هو بقى بيبقى عايز هو وقاعد في البيت النجاح ده يجي له كده على طبق من فضه. مش كده؟ طب تسمحوا لي، يعني طبعا انا سعيد بالحلقه دي جدا وسعيد بوجود نجم جميل زي كده وسعيد بالوجه المشرق جهان المنورانا. ربنا يخليك وروبي الجميله. بس اسمحوا لنا ندي لروبي، نحس ان احنا معانا مطرب، ندي لروبي الحق ان هي تطلب مني اغنيه بمناسبه عيد ميلادك. كيفما تشائين بقى. أول مرة تحب يا قلبي. ده عبد الحليم حافظ. بتغني عبد الحليم؟ بتغني عبد الحليم طبعاً يا درش أنت. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم أتهنى على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة أول مرة ليه بيقولوا الحب قاسية؟ ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب مر عليا املى الدنيا فرح وشموع. اضحك واملى الدنيا أغاني، لنا ولا انت هنعشق تاني. افرح واملى الدنيا أماني، لنا ولا انت هنعشق تاني. أول مرة أول مرة. انا عمال افاجئك على الهوا، معلش انا عارف كل بقى. لا هو ده هو ده صوته ما شاء الله. شكرا مصطفى ليك، نجمك جميل، صوته رائع جدا. بمناسبه بقى يعني يعني روبي بتتكلم عن الصحاب والحاجات دي وكده، يعني انا بدي رساله لكل شله او كل مجموعه اصدقاء او كل فريق عمل. انا عامل بوست النهارده على الفيسبوك على صفحتي الشخصيه على الاكونت اللي هو اسمه محمد نجم الدين بالانجلش، محمد نجم الدين بالانجلش، ومكتوب تحته نيك نيم تأملات إنسانية. كتبته محمد نجم الدين أو تأملات إنسانية، هتقدروا توصلوا للأكاونت الشخصي بتاعي. كاتب بوست الصبح قايل الحضور بالحضور وليس بطول البقاء، تأملات إنسانية. وأنا كل منشوراتي وكل كتاباتي اللي باسم الكاتب الصحفي محمد نجم الدين أنا بكتب تحتها تأملات إنسانية. تأملات إنسانية يبقى دي بصمة محمد نجم الدين طالما على الأكاونت بتاعي. فالحضور بالحضور وليس بطول البقاء، أو يعني مش بالوقت اللي أنت تقعده، ولا أنا خدت قد إيه على الشاشة، ولا أنا اتكلمت قد إيه، ولا أنا ظهرت قد إيه، ولا أنا ضحكت قد إيه الناس، ولا قعدت أرغي قد إيه وإحنا طالعين في رحلة، ولا قعدت أغني. يعني الحضور بأن أنت يكون ليك حضور، يعني لو ما كنتش موجود نفتقدك. يعني انت لو قاعد في قاعده بس لو قاعد تحت الترابيزه هيبقى موجود وليه حضور. الحضور مش بالصداره، الحضور مش بكتر الكلام، الحضور بذاتك بشخصيتك. يعني اسعدني مصطفى لما بيقول لي انت اي مكان بتبث الطاقه الايجابيه والوقت. الكلام ده بيفرحني والله. ده حقيقي صحيح، يعني الكلام ده فعلا جميل. ده احلى من اجمل مزاجك. احنا جايين بردك كده على فكره، دي بتبقى هبه. لا وضيوفنا الجمال يا استاذ محمد ما نقدرش يعني استاذ اول مره الزملاء بدايه طبعا بدايه يعني بدايه معانا من احد الناس الجميله المثقفه اللي معانا ما شاء الله. شرف ليا النهارده ان اكون والنجمه الجميله صراحه جيهان ليها حضور بصراحه مميز على الشاشه. بدايه من اول مرة طلعتي معانا في تأملات إنسانية بصراحة، وأنت كان ليكي حضور مميز على الشاشة، وكان ليكي يعني كاريزما، ودايما أقول لك ذات الابتسامة الساحرة. وعد ليه؟ لأن الابتسامة هي بوابة لقلوب الناس. أنت أصلا الشغل معاك والله ممتع. ده أجمل شيء والله. وأضاف لي بالتأكيد، أضاف لي كتير. وأنت أضفتي للفريق بابتسامتك الحلوة وبذوقك. دايما بقول يعني، ويمكن قلت الكلام ده ليكي يا رباب، وقلت الكلام ده ليكي يا نور. أنا قلت لما بقيم الناس في سواء في مجال الميديا عشان نكون فريق عمل، لان التيم بيلدينج ده قصه كبيره، بناء فرق العمل لازم بيحصل مراحل معينه. فورمينج الاول، بنعمل فورمينج وتكوين للفريق، بعد كده بيحصل ستورمينج. ستورمينج ده بعد كده بيحصل عاصفه، العاصفه دي لازم كلاشات بين الناس، وفلان زعلان من كذا وانا عايز كذا. طب انت كتبت اسمي مش عارف ايه، طب انا كان من حقي كذا. الحياه كده، الحياه
احنا مختلفين عن بعض. الحمد. فالستورمنج ومرحله العاصفه دي اجمل شيء في برامجك العيله، حتى الكلهم بتحس ان احنا قاعدين قاعده كلها، حتى ده ممكن ده سهل قوي يخش ده، خلي بالك يخش القلب، اختلفوا بس حاجه تدخل القلب ما بينهم بالظبط، بيبقى ده الاساس، بيطغى على اي شيء وبيطلع العمل القيم بمعنى يعني الكلمه. حتى زي ما بيقولوا لك الاخوات بيختلفوا مع بعض، الشخص ذات نفسه مصارين البطن بتتعارك. لا انا عايز اقول لك مش الاخوات، الشخص ذات نفسه بيبقى اوقات بيقول لك ايه انا عايز اقعد مع نفسي، بيبقى عنده مختلف مع نفسه. أيوة. هل انا صح هل انا غلط؟ فما بالك لما بيكون في يعني كذا شخص مع بعض، بس اهم حاجه بيكونوا متفقين على حاجه واحده، هو طول ما في حب ما بينهم. أيوة. بيبقى زي ما بتقول ايه، نتقبل الراي الاخر. آه. يا استاذ يعني تيجي بعد كده بقى في التيم بيلدينج، والراي يكون في عشم ما بينهم مع بعض. الراي تيجي بقى هنا بعد الفورمينج، بعد ما بنكون الفريق، بعد الستورمينج، بعد العاصفه، تيجي بعد كده بقى النورمينج، يبقى طبيعي. أيوة. يبقى فريق طبيعي، وبعد ما الفريق يتطبع على بعضه يجي بقى البرفورمينج اللي هو الاداء. الاداء ده ما يجيش اخر مرحله بعد ما خدنا على بعض. أيوة. فهي فعلا زي ما جيهان بتقول، احنا اهم حاجه بتغلب علينا الروح. الروح وانا قلت لك ده روح، يمكن لما جيتي تنضمي للفريق بتاعك هتلاقي اسره واخوات، وده اللي لقيته فعلا، ده اللي لقيته. طاقه ايجابيه، الناس بتدعم الناس، الناس بتحفز الناس. فيعني بجد يعني حلقه جميله، مبسوطه جيهان؟ اكيد طول ما انت موجود جاي اكيد مبسوطه، وكل الحلوين اللي معانا دول. انا بعت لك الاعداد متاخر امبارح، انا اسف. لا لا انا اسمي مش موجود على الاعداد النهارده، بس الحلقه النهارده انا قعدت امبارح الصبح كده يعني اكتب. الاول كانت فقره واحده، وبعد كده طولناها شويه، قلنا لا نعمل فقرتين ناخد الساعه بالكامل. فاتمنى اكون وفقت في تناول بعض الحاجات وبعض المواضيع اللي تهم الناس. وزي ما قلنا احنا جايين بايه؟ برساله ايه؟ برساله ايه؟ برساله سلام. برساله سلام. برساله سلام. احنا جايين برساله سلام للاسر المصريه، وجايين برساله سلام للبيوت المصريه، ولكل زوجين ولكل اخين، ونحاول نعالج الاخطاء ضغوط الحياه بتاخدنا في مرات. قبل ما نختم تسمعنا اي حاجه لفوزي برضو حبيبي؟ فوزي. فوزي طبعا. ايه ايه ايه؟ طيب ليا عشام وياك يا جميل، انبحت بالسر تصوم، مكتوب عليا احب وميل، وحبيبي وحشان عيونه، يا هل ترى يرضيك من بعد ما جيتك، اخذك نصير وسند ليا، تغلب رجايا فيك، انا اللي حبيتك من كتر ما تحبك هي، اشرح لها حالي ويوصف لها حبي، حلفها بالغالي ترحم ضنا قلبي، يمكن تواسيني في كويتي ونوحي، هي ضياع عيني، تيريرارارارارا، هي منى روحي. ليا عشام وياك يا جميل، انبحت بالسر تصونه، مكتوب عليا احب واميل، وحبيبي وحشان عيونه. الله عليك الله عليك الله عليك. جنن بجد. عايز تخدمي تختمي بحاجه يا نور قبل ما نختم؟ اه طبعا. استاذ مصطفى صوته جميل جدا، اتمنى له التوفيق. منورانا. اه طبعا. طب احنا عايزين نقول بقى هابي بيرث داي تو يو يا جيهان. عايز تقولي حاجه جيهان قبل ما نختم؟ عايزه اقول اللي اي تعاون ما بين شخص والتاني، طول ما في حب، طول ما في ود، هيفضل الحب موجود، وبيتجاوزوا اي حاجه. طول ما في حب اكيد اي اتنين لو اختلفوا حب واحترام. حب واحترام. حب واحترام. بالتأكيد. الاحترام قبل الحب. الاحترام. وبتبدا بيه العلاقه وبتنتهي بيه العلاقه. يعني الاحترام موجود، العلاقه هتستمر وتبقى بالتأكيد. واي علاقه من غير احترام بتنهار. يعني اي علاقه، فالحب والاحترام، وزي ما انت بتقولي اي علاقه بين اتنين طالما فيها حب
هيتجاوزوا اي حاجه ويعدوا اي حاجه، كلنا بنختلف وكلنا وارد ان يبقى في غيره وارد يبقى في نفسنا وفي خلافات، بس في الاخر طالما الحب موجود في اي فريق عمل وعندنا اغاني حب كتير قوي ممكن تصلح الاوضاع دي كلها. ايه طيب ايه اغاني حب؟ كل اللي اتقالت يا كل اللي اتقال اللي فات. طيب احنا ممكن بقى نقول لروبي هابي بيرثداي تو يو، تسمعنا حاجه بقى ايه نقول نختم كلنا مع بعض؟ احنا جاهزين ننزل بالتتر يا جماعه ولا ايه؟ في عيد ميلاد صح؟ دي كانت يا نور جديد في يوم سعيد لعيد ميلادك أحلى عيد، يا نور جديد في يوم سعيد لعيد ميلادك يا روبي أحلى عيد. جميلة. للأسف احنا قبل ما نخش الهوا نسينا نجيب الشمع عشان نحطه، فاهم؟ ليكي شمع عندنا بقى ونخش جوه في الاستراحة نشغل الشمع. وقد ايه انا كنت سعيد ومبسوط بالحلقة دي، حلقة جميلة وحلقة دمها خفيف وحلقة كلها حب وحلقة يعني فيها مطرب قيم وجميل زي مصطفى كده، اتبسطنا بوجودك معانا، فيها زميلة جديدة بتنضم وفيها استمرار لزميلة جميلة مستمرة معانا من بداية الموسم، وفي وجود لزميلة فضلت مستنيانا على البوابة فترة قبل ما جينا ودخلنا على بعض. بعتذر لك جدا على التاخير والله على الهوا، يعني بعتذر لك. اهم حاجه ان حضرتك دايما كده يا رب نتجمع مع بعض في برنامج النص الثاني اللي زي ما قلنا وبناكد ثاني بيحمل رساله سلام للاسر المصريه، وبنهني طبعا زميلتنا وبنقول لها كل سنه وانت طيبه روبي، هابي بيرثداي تو يو، سنه جديده سعيده عليكي، كلها حب وخير وبركه وفرح وسلام ومحبه وصحة. ودي الحد وصحة وعافية طبعا، ودي الحاجات اللي انا بتمناها، ودي اهم حاجة ودي الحاجات اللي بتمناها للجميع، لكل الناس بتمنى لكل الناس الفرح والحب والسلام والمحبة، طول ما في سلام بينا طول ما في حب بينا الحياة تبقى جميلة. زميلة امبارح في قناة مميزة جدا وقناة معروفة وعاملة برامج على مدار 3 اعوام اتصل بيا امبارح وقلت يا محمد انا بتصل بيك وانا عارفة ان انت هتساعدني، قلت لها ده انا ليا الشرف وليا عظيم الشرف ان انسانه واعلاميه كبيره ومعروفه زي تتصل بيا وتتواصل معايا، انت تأمريني امر. فقالت لي انا عايزه اعمل برنامج على قناه كذا في رمضان، قناه من القنوات بدون ذكر الاسماء، قلت لها انا تحت امرك على اعرف مدير تسويق القناه وانا اتواصل معاه وان شاء الله يعني يكون خير، سواء ان احنا قدرنا نوفر سبونسر او عملنا حاجه انتاج ذاتي بتكلفه معقوله بسيطه. فهي بتقول لي يعني قلت لها محمد يعني انا عارفه ان انت مشغول، وانا طبعا بعتذر على الهواء مباشره، بعتذر على الهواء مباشره لاي حد بيتواصل معايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا الواتساب او الماسنجر، والله 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 اكتر من 20,000 رساله على الواتساب مش قادر اقراهم، لان ده عايز وقت وعايز ساعات ان اقعد ارد على الرسائل دي كلها، عايز وقت وساعات بمعنى الكلمه، اوقات بقعد بالعشر ساعات ما بعملش حاجه في اليوم غير ان انا قاعد بتواصل على الناس على الواتساب او على الماسنجر او على الفيسبوك. فانا بعتذر لكم اذا كنت اتاخرت في التواصل معاكم، ولكن يعني الزميله دي امبارح لما اتصلت انا عارفه ان انت رغم ان انت مشغول بس انت ما بتتاخرش عن حد، ودي كلمه انا باكدها واتمنى ان كل الناس اللي قاعده تكون بتاكدها برضو، عمر ما حد بيقصدني في حاجه او بيتكلمني في حاجه حتى لو هاجي على نفسي وعلى شغلي وعلى وقتي وبتاخر عنه، وده هو الانسان الحقيقي. الانسان الحقيقي دايما يا محمد تيجي على نفسك عشان خاطر اللي حواليك. الله يخليك الله يخليك الله يخليك، وهو ده العطاء، ما هو ده العطاء. يعني حتى في مقوله بتقول وين جاد blesses you financially، لما ربنا يباركك ماليا raise your level of giving، ارفع مستوى ليفل مستوى raise ارفع مستوى your level of giving مستوى العطاء give يعطي giving العطاء. لازم لما ربنا يبارك لك ماليا لازم ترفع مستوى not raise your level of living، ما ترفعش مستوى معيشتك او حياتك، لا ارفع مستوى عطائك، لأن قيمة الإنسان الحقيقية بتتجسد في مستوى عطائه للبشرية وللإنسانية، لأن كل من عليها فان كلنا هنموت، بس سين من الناس هيموت وسيرته الخالدة، مش هقول الطيبة الخالدة، في ناس بتخلد سيرة. أحد الناس اللي كان نفسي أشوفه جدا جدي الأستاذ الدكتور علي عبد الله فرجاني، أستاذ دكتور الدكتور الاقتصاد الإسلامي اللي كان معروف جدا في محافظة الفيوم، وكان الناس تجيله تساعده، يعني عمر ما حد دخل بيته وطلع غير مجبور الخاطر. أمي وأهلي بيحكوا لي عنه إنه كان عامل غية حمام عشان يكرم بيها الضيف من كرمه، إن هو كان حاجة دي محرمة على أهل البيت، لو قال تقول السلام عليكم لازم تخش. فالعطاء ومستوى عطائك للبشرية والإنسانية هو قيمتك الحقيقية في الحياة. دي الحياة بتاعتك الحقيقية. هي ده. طب عايزين بقى ايه؟ التتر نزل علينا ولا لسه؟ لسه. طب قبل ما التتر ينزل علينا عايزين بقى ايه نختم بالاغنية بتاعت ايمان بحر درويش، انزل يا جميل في الساحة. انزل يا جميل في الساحة.
في نص دقيقة. انزل يا جميل في الساحة واتمختر كده بالراحة، لأنا قد عينك مع إني نظرة عينك دباحة، مالك طالع في العالي يا مالي قلبي ليالي، مالك طالع في العالي يا مالي قلبي ليالي، أمرك يا جميل. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Ruby, happy birthday to you, happy birthday to you.